باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهاردة ان شاء الله عن التعامل مع المشاكل. يندر ان انسان يعيش في الحياة وما يقابلش اي مشكلة. في انواع كثيرة من المشاكل موجودة. في مشاكل في العمل، في مشاكل مالية، في مشاكل عائلية، في مشاكل صحية، في مشاكل اجتماعية، في أنواع كثيرة من المشاكل، ولكن كل واحد له أسلوبه الخاص في التعامل مع المشكلة، ويختلف الأسلوب نسبة لعقلية الشخص، مقدار ذكائه وفهمه، ونسبة لنفسيته، ونسبة لطباعه، ونسبة لسنه، ونسبة لكونه رجل أو امرأة، لأن نفسية المرأة بتختلف عن نفسية المرأة. نفسية الرجل غير نفسية المرأة في حل المشاكل. عايزين نشوف ايه هي الطرق اللي بيتعامل بها كتير من الناس في مقابلة المشكلة. بعضهم بينتصر على المشكلة، وبعضهم المشكلة بتنتصر عليه، وبعضهم بياخد موقف لا هو كده ولا كده. فإيه الطرق اللي بيلجأ إليها الناس؟ في طريقة هي الهرب من المشكلة. يعني إنسان تقابله مشكلة يهرب منها، ما يحاولش يبت فيه، يقول نسيبها دلوقتي، ربما بالوقت تتغير، تتطور، تنتهي، أنا مش عايز أوجع دماغي بالمشكلة. وجايز الشخص ده يسافر، يبعد، يغير مكان، يغير جو، كل هروب من المشكلة. أو جايز يحولها على حد تاني، يحولها على أحد مساعديه، أو أب يحول مشكلة في البيت على زوجته، أو الزوج تحول المشكلة على الراجل. سياسة تحويل. المهم الهروب من المشكلة. لكن الهروب من المشكلة مش معناها تحلت، معناها تأجلت. وجايز هو يهرب من المشكلة والمشكلة تجري وراه، لكن ده اسلوب بعض الناس. يعني او يحاول في المشكلة انه ينسبها لغيره. ادم وحواء حاولوا يهربوا من المشكلة، فاستخبوا ورا الشجر وهربوا من وجه الله. ولما ربنا واجههم بالمشكلة اللي هي خطيئتهم، آدم جاب الذنب على حواء، وحواء جابت الذنب على الحية، برضو هروب من المسؤولية. من ضمن اللي حاولوا يهربوا من المشكلة يونان النبي. هي ما كانتش مشكلة، لكن هو عملها مشكلة وهرب. ايه المشكلة اللي قابلت يونان النبي؟ ان عارف ان ربنا طيب وشافوه،
فيقول له روح نادي على أن ينوى بالهلاك، فهو يقول المدينة هتهلك نتيجة خطيئته، وهم يتوبوا وربنا يغفر ليهم، وتبقى كلمته نزلت الأرض، وهو نبي عظيم مش عايز كلمته تنزل الأرض، فهرب من وجه ربنا، والهروب ما نفعوش الطب نفعوا بيه. ركب السفينة ربنا وراح في السفينة بالأمواج والحاجات، نزل في البحر ربنا وراح عدى حوت عظيم فابتلعه، ما فيش شيء. لكن ده لا يمنع ان في ناس بيهربوا من المشكلة، في ناس يقبلوا المشكلة بالنكد والبكاء، والنكد والبكاء هي وسيلة الأطفال الصغيرين. جيله مشكلة يبكي، ولكن بعض النساء يقبلوا المشكلة بالنكد والبكاء. يخش الراجل البيت يلاقي مراته غرقانة في دموعها، وفي آهتها، وفي شكواها، يحاول يراضيها ترضى، يجي مشكلة تاني البكا والنكد يرضيها، مشكلة ثالثة، لغاية لما تصبح خطة عملية ان منين ما تجيلها حاجة تتضايق منها تحول المشكلة الى عينيها، وعينيها مستعدة عندها مخزن من الدموع فياض، لغاية ما الراجل يرفع من البيت ويدور على حتة ما فيهاش بكرة، وتبقى هي ضيعت ذكرى، تبقى هي ضيعت ذكرى. على رأي واحد من الحكماء قال المرأة ببكائها إما أنها تكسب كل شيء، إما ببكائها تخسر كل شيء. وفي ناس ما يوصلوش لدرجة البكاء، يوصلوا لدرجة الشكوى. إن قرصته ناموسة شكوى، إن واحد يتكلم كلمة مش على المزاج شكوى، إن ما أخدش الاحترام اللائق شكوى، إن ما أخدش الحقوق اللي عايزها شكوى، باستمرار شكوى ورا شكوى ورا شكوى. هو تعامله مع المشكلة كده، والشكاوى جايز تجيب نتيجة وجايز ما تجيبش. أخاب الملك حب ياخد حق لنابوت اليزرعيل، فنابوت رفض، فرجع لمراته قعد يبكي، لأن الراجل اللي بيبكي ومراته هي اللي ايه اللي بتشجعه. قالت له ما تخافش احلها لك. مراته امرأة مشهورة من نساء العالم المشهورات، اسمها ايزابيل، وحلت له بمشكلة اخرى هنبقى نتكلم عليها ان شاء الله. في ناس يفتكروا يحلوا مشاكلهم بالاعصاب المتوترة، يجي له مشكلة يزعق ويتخانق ويتنرفز ويعلي صوته ويخرب الدنيا ويهيج ويثور، ربما يقصد بكده ان هو يخوف غيره، او دي طريقة تعامله مع المشكلة. لكن الاعصاب المتوترة طريقة منفرة لا يستريح اليها احد، وجايز ما تجيبش نتيجة، جايز يفتكر ان الموضوع هادي لكن ما يجيبش نتيجة، وجايز هو نفسه صاحب الاعصاب المتوترة دي يجيله مرض، يجيله ضغط، يجيله سكر، يجيله قرحة في المعدة، يجيله تعب في الأعصاب، وما يستفدش حاجة. في ناس يقبلوا المشكلة بالضغط والإلحاح، يعني ابن عايز طلب أبوه مش موافق،
أمه مش موافقة يضغط 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 ويلح يلح يلح لغاية لما يوافقوا غصب عنه يقول له نعمل إيه. وهو ما يهموش هم زعلوا ولا ما زعلوش، وافقوا من قلبهم مش من قلبهم، المهم إنه وصل للنتيجة. في ناس كتير بيعملوا كده. دي مش بس من أيامنا، دي من أيام زمان. شعب إسرائيل قاعد يلح على ربنا نفسه، عايزين يكون لنا ملك، نبقى زي بقية الشعوب، يكون لنا ملك وبهجة الملوك وهيبة الملوك. ربنا قال لهم ده أنا اللي بحكمكم شخصيا، يعني عن طريق الأنبياء، مفيش فايدة. قعدوا يلحوا يلحوا لغاية لما جاب لهم شاول الملك، وكان مرفوضا من الله وانتهى أمره إلى الهلاك. لكن إلحاح إلحاح شديد. الشعب أيضا اليهودي قعدوا يلحوا على بيلاطس إن لازم يصلب المسيح، يقول لهم لا أجد فيه علة، برضو إلحاح، أصلبه أصلبه. يقول لهم ده الملك بتاعكم، أصلب الملك بتاعكم، يقولوا له لا ملك لنا إلا قيصر، وقعدوا يلحوا يلحوا. يقول لهم طب في العيد بفرج عن واحد من المحكوم عليهم، أفرج لكم، يقولوا لا افرج عن برواز. وقعدوا يلحوا لغاية لما نتيجة الإلحاح حكم لهم بصلب المسيح، وهو غير راضي، بدليل انه غسل يديه وقال انا بريء من دم هذا البار، زي ما ربنا ادهم ملك وهو غير راضي. بيلاطس حكم بصلب المسيح وهو غير راضي. في مرة تاني الحاح برضه بيجيب نتيجة، لكن النتيجة مش مظبوطة، زي دليلة قعدت تلح على شمشون وتقول له قل لي سر قوتك. تلح 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 لغاية الآخر لما زهق من كثرة الفحة، فقال لها السر إنه مندور لربنا ودليل نادره هو إن شعره ما يتقصش، فلو اتقص شعره تزول قوته، وخانته وضيعته وضاع شمشون. الإلحاح ساعات بيجيب نتيجة لكن نتيجة مش مظبوطة، لأنها ليست عن رضا ولا عن موافقة. واللي بينال غرضه بالإلحاح ما بيهموش الموافقة ولا مش موافقة. في ناس لما تقابلهم مشكلة يحاولوا يحلوها بالعنف، زي داود النبي طلب ان نبال الكرملي يديله أكل وهم بيحرسوا الغنمات بتوعه فرفض، فقال يفعل الله بي ويزيد ان كنت ابقي له باء البحائر، ويلا يا ولاد انتبهوه كله على سيف. وفعلا كان هيروح يقتل الراجل لولا ان ابي جايل تدخلت في الموضوع وبحكمتها هدأت غضب. في ناس يلجأوا للغضب، زي اب في تربية اولاده يلجأ للغضب والنرفزة والعقوبة والضرب، او يستعمل العنف مع امراته برضه ويخسر دول ودول. من أشهر الناس اللي لجأوا للعنف ولو عنف بالكلام رحبعام ابن سليمان. قولوا الناس وقالوا له والدك أبوك سليمان ثقل النير علينا، خفف علينا شوية. فاستشار الشيوخ قالوا له إن صرت اليوم
عبدا لهذا الشعب وأحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يصيرون لك عبيدا كل الأيام. سأل الشبان قالوا له لا، هيضحكوا عليك، ده انت تقول وتقول وتقول. فقال لهم لا، أبي أدبكم بالسياط، أنا أدبكم بالعقارب، أنا صباعي ده أدخل من دراع أبويا. كانت النتيجة إيه؟ انشق عليه 10 أصباط والمملكة انشقت، ويا ربعام أخذ 10 أصباط وقال إلى خيامك إسرائيل، وانقسمت المملكة من ذلك الحين. العنف ما يجيبش نتيجة، العنف ما يجيبش نتيجة، لكن مع ذلك في بعض يستخدموه. استخدموا موسى النبي لما قتل المصري اللي بيضرب الإسرائيل، بعد كده خاف وربنا خلاه يشتغل برعي الغنم 40 سنة لغاية ما اتعلم الوداعة والهدوء. وقيل عنه في سفر العدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. ولما وصل لهذه الوداعة ائتمنه الله على رعاية الشعب. العنف ما بيجيبش نتيجة، واللي بيفتكروا أنهم بيوصلوا نتيجة بالعنف تاخد وقتها وتروح. يعني في وقت العنف يتهيأ له المشكلة راحت، لكن تفضل مخزنة، لأن العنف ما بيريحش النفوس. اللي بيلجأ للعنف ما بيكسبش. بطرس حاول يلجأ إلى العنف ساعة القبض على المسيح، ومسك السيف وضرب ودن العبد طيرها. المسيح قال له لا، ده مش أسلوبنا، رد سيفك إلى غمده، من أخذ من السيف بالسيف يخرج. وعالج الموضوع. العنف ما بيجيبش نتيجة. نفس الوضع بالنسبة للكاهن اللي يستخدم العنف، أو الأسقف اللي يستخدم العنف ويكثر من الحرمانات بسبب وبغير سبب، أو بسبب تافه أو بسبب شديد. الحرمانات الشديدة بتطير الشعب، ما ينفعش الأسلوب ده، لا حل ولا أجازك، صعب الكلام ده. ربنا كما أمر الراعي، يعني كما أعطاه سلطان الحرمانات، أمر أيضا أن يكون وديعا ولطيفا وبعيدا عن الغضب، لأن العنف ما يجيبش نتيجة. في ناس في حل المشاكل ينتقلوا من العنف إلى الجريمة. واحد يروح يسرق بيت، حد يشوفه يقتله، فانتقل من جريمة السرقة إلى جريمة أصعب وهي القتل. واحدة تخطئ مع راجل وتحبل منه خطية، تغطي على الخطية بجريمة أخرى هي قتل الجنين اللي في بطنها. جريمة جيب جريمة. واحد يقع في إشكال ويتخذ في تحقيق، يحاول يغطي دي بجريمة تاني، بجريمة الغش، بالتزوير، بالرشوة، هو جرائم ورا بعضيها. يفتكر انه يقابل المشكلة او يحل المشكلة بالجريمة، وكل ده ما بيجيبش نتيجة. او يحاول يلاقي يلصق التهمة بشخص اخر، جريمة. ولذلك في ناس اللي يمشوا في طريقة الجريمة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، جريمة تاخد لجريمة، وجريمة تغط جريمة، وجريمة يهرب بيها من جريمة إلى قايين. أول واحد وقع في حل المشكلة، المشكلة إن ربنا رضي على أخوه قابيل وما رضيش عليه، يبقى نحلها إزاي؟ بقتل هذا الأخ.
في طرق أخرى يلجأ إليها البعض زي طريقة الحيلة والدهاء. كتير من الناس يلجأوا للحيلة والدهاء. رفقة وجدت إن البركة هتروح من يعقوب وتروح لعيسو، قالت له الحق أجيب لك أسلوب تاني. أثناء ما أخوك عيسو وراح يصيد صيد لأبوه، تيجي أنت ونوضب أكلة، وأنا عارفة الأكل اللي بيحبه أبوك كويس أوي، وأطبخ له طبخة تخليه يباركك على طول. حيلة. ولبسته فروة لأن هو كان أملس وأخوه عيسو كان أشعر. ماذا كانت نتيجة الحيلة؟ حلت المشكلة في أولها، لكن بعد كده عيسو ده يا ما زي ما خدع أبوه خدع في حياته. خدعوا خاله لبان وجوزوا أخت بدل أختها، وخدعوا في أجرته 10 مرات يغير أجرته، وخدعوه ولاده وقالوا له إن يوسف أكل وحش وهو ما كانش كله، كان يعني عاش حياته تعبان نتيجة الخديعة اللي خدع بيها. إيزابيل أوجدت حيلة لآخاب عشان ياخد حق لنابوت. قالت له نقبض على نابوت وندبر له دسيسة إنه جدف على الله، وتكون النتيجة إنه يرجم ويموت ونورث الحقل بتاعه. كانت النتيجة ربنا قال لهم في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت الإزرائيلي تلحس دمك أنت أيضا. ما جابتش النتيجة. الحيلة ربما تجيب نتيجة في الأول خالص، لكن ما تجيبش على طول. وساعات ربنا يتدخل ويفركش الحيلة دي، زي ما الله أبطل مشورة أخي توفل، ليعمل حيلة ربنا أبطلها له. من ضمن الحيل اللي يلجأ إليها البعض ويحلوا بها مشاكلهم الكذب، يكذب وينكر، ينظر إن ناس ما حلوش مشاكلهم بالكذب من اللي بيخطئوا يعني. ولو انكشفت الكذبة يداري الكذبة بكذبة، وانكشفت التانية يداريها بكذبة تالتة، وسلسلة من الكذب ما تنتهيش. في ناس كذبوا قصاد ربنا نفسه، زي أمنا سارة قدس الله روحها، لما ربنا قال لها تخلفي عيل ضحكت في سرها، فربنا قال لها انت بتضحكي؟ قالت له لا ما تضحكيش يا أمنا، يكذب على ربنا نفسه. بس ربنا كان لطيف، قال لها لا بل ضحكتي فانكتمت وسكت. في ناس يكذبوا حتى على ربنا. في ناس يحلوا مشكلتهم بالخيانة. زي يهوذا لما خان سيده المسيح، وزي أبشالوم لما خان أبوه داود، وكلاهما مات. اللي بيكون جايز الخيانة تجيب له نتيجة في الأول، لكن بعد كده يحتقر نفسه لما تنكشف أمامه حقيقة نفسه. وجايز الإنسان يحتمل احتقار الآخرين، لكن ما يقدرش يحتمل احتقار نفسه لنفسه. وهكذا حدث مع دول. في ناس يحلوا المشكلة بالعناد، زي الفرطقة انكشفت أمامهم أخطائهم بواسطة القديسين، قعدوا عنده عناد وصلابة الرأي، أنا قلت كده يعني كده وكده يعني كده، وتكون النتيجة إنهم بيضيعوا روحهم. والعناد ما يجيبش نتيجة، والعناد يدل على كبرياء داخل القلب. في ناس عكس دول،
يخاف المشكلة بالاستسلام ولا مبالاة. كل اللي يقرأ يقرأ وليش نتأم نفسنا. في ناس يقبلوا المشكلة بالعقاقير بالأدوية بالمهدئات والمسكنات والمنومات، وبعدين ما تجيبش النتيجة يزودوا الدوزس بتاعتها إما في الكمية إما في النوعية، ما تجيبش النتيجة برضه. ده نوع من الهروب من المشكلة، مش حل للمشكلة. وفي ناس يلجأوا إلى حاجة تشبه دية، إلى التدخين، إلى الخمر، إلى المخدرات، ويفتكر ان تجي له مشكلة يروح واخد لها السجارة. هتعمل لك السجارة يا حبيبي؟ تجي له مشكلة ياخد لها كاس خمر، تجي له مشكلة ياخد حاجة من المخدرات الثانية، وكل ده ما بيجيبش نتيجة، ده تتويه للنفس. اما الطريقة المشكلة لحل المشاكل، الطريقة لحل المشاكل المثلى، هي الحل العملي اللي جبنا فيه مع الصلاة والصوم. والصلاة والصوم بيحلوا حاجات كتير، لأن بيها يتدخل الله في المشكلة، والله قادر على كل شيء، وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، مع الحكمة. واللي ما عندوش حكمة يلجأ إلى مشورة، يستشير الحكماء وذوي الخبرة. وفي مشاكل تتحل بالصبر، يديها مدى زمني تتحل فيه. وأيضا ما يخليش المشكلة تهده، يحلها بالهدوء. دايما انا بقول لكم مرر المشاكل بدل ما هي تمررك، مررها خليها تمر بدل ما هي تخلي حياتك مر. اتفضل صلي.